نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري الأمريكي المشترك لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة. في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري الأمريكي المشترك JSET لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الرميات النمطية والغير نمطية من أوضاع الرمي المختلفة، والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة العمليات، وكذلك التدريب الطبي التكتيكي. وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحبا بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر، ومؤكدا على عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. يذكر أن التدريب JSET تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات، وبما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.